أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم وصدق الرسول الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردتني هذه الرسالة من المرسلة ميم نون عين، تقول فيها: كثير من الناس يعانون من التشدد في العادات والتقاليد خاصة في مسألة الزواج، فقد يتقدم للفتاة شاب ذو خلق ودين ويرد لأنه ليس من قبيلتها، وكثير من الفتيات يتقدم لهن شباب ليسوا من قبيلتهن فيرفض ولا تقوم ولا يتقدم لهن غيرهم ويجلسن بدون زواج، فهل أمر الله بهذه العادة؟ بل إنه جاء في الحديث: من أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. بل إن أكثر الفتيات وصلت أعمارهن إلى 30 و40 بدون زواج، وذلك بسبب هذه العادة. فكل فتاة تحلم بزوج وأولاد وبيت، ولكن من يغير عقول هؤلاء الآباء والأمهات؟ فهم لا ينتهون بما يسمعون، بل عليهم أن يتقيدوا بهذه العادات. نرجو أن تعطوا هذه الرسالة حقها وأكثر، حفظكم الله. المرسل ميم نون عين. هذا كلام حق، وهو واقع في بعض القبائل أو في بعض العوائل، وهذا عادة جاهلية وليست من الإسلام. بل الإسلام كما قالت في هذا الحديث، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه أو أمانته فزوجوه، إلا تفعلوه، هذا كمال الحديث، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الله أكبر، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ما يحدث في العالم. عندما كثر الناس وتزاحموا في المدن وتغيرت بعض الأمور وانفتحت بعض المسائل، صار هذا سبب في الحقيقة الفتن التي تحدث. إلا تفعلوه، يعني إن لم تفعلوا هذا وتزوجوا من تقدم وهو كفء فيحصل فساد كبير. إلا تفعلوه تكن فتنة وفساد كبير. يفتتن الرجال بالنساء والنساء بالرجال، والفساد يحدث من العقوق، من اختلاف الأفكار، من قطيعة الرحم، من الفساد لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو محاولة الاتصال بين الجنسين بطريقة غير شرعية. إذن هؤلاء الذين يتشددون إلا من القبائل، هذا عقول متأخرة وعقول متحجرة، وكانت هذه من عادات الجاهلية، اللي يقولون بنتنا ما تطلع من عائلتنا، أو بنتنا ما تزوج من غير القبيلة، أو بنتنا ما تزوج من غير القرية. كل هذا ما هو صحيح، وهذا كلام من أعمال الجاهلية ومن عادات الناس السيئة التي تمسكوا بها، والتي أبطلها الإسلام وبنى الزواج أو الموافقة على الزواج على قواعد هي الدين والخلق. فأول ما يسأل عنه الذي يتقدم عن دينه وخلقه، إذا كان دينه وخلقه صالحة فلا يسأل عن المال، ولا يسأل عن الفلة، ولا يسأل عن السيارة، ولا يسأل عن الخادمة، ولا يسأل عن كم معه من المال. لأن الله عز وجل يقول: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فكل ما خلق الله من الجن والإنس ومن الحيوانات والطير، فإن الله سبحانه وتعالى تكفل برزقه.